ازيكم يا مواليد برج العقرب؟ يا رب تكون بخير. توقعات برج العقرب ليوم الخميس 13 اكتوبر تشرين الاول 2022. بالنسبة لك النهاردة يا عقرب، توقعات العشرية الاولى مواليد 23 اكتوبر ل 2 نوفمبر. القوة والصحة هي عنوانك النهاردة، هتبتدي تشعر براحة كبيرة وتامة في كل اللي بيخص نفسك وكل خططك والامور اللي انت بتقوم بيها. هتبتدي تظهر عليك في الجو ده وهتنتقل لكل الأشخاص القريبين منك. هتستغل الفرصة علشان تتواصل مع أشخاص كتير بنفس العقلية دي. هتكبر خططك أكتر بأفكار الأشخاص دول. هتبتدي في الشغل بطاقة تعتبر مركزة أكتر. كل اللي كان بيبدو قدامك غير متاح هيبقى النهاردة في متناول إيدك. بالنسبة لك النهاردة يا عقرب، توقعات العشرية التانية مواليد 3 نوفمبر ل 12 نوفمبر. الصداقة والعيلة هم أساس كل شيء. أنت شخص اجتماعي جدا، ممكن تكون أهملت واحد أو اتنين من معارفك في الفترة الأخيرة، بس لازم تصلح كل العلاقات دي مرة تانية وتعاون التواصل معاهم. هترتفع فرص تبقى فيها حل للنزاع ما بينك وبين الأسرة وما بينك وبين أصدقائك. علشان تمر بساعات مش هتعرف تنساها من التناغم والتضامن، ده هيلطف كل الأوقات الصعبة اللي عندك. بالنسبة لك النهاردة يا عقرب، توقعات العشرية التالتة مواليد 13 نوفمبر ل 21 نوفمبر. الحياة اليومية تعتبر بسيطة جدا عندك، كل حاجة فيها سهلة في الوقت اللي انت فيه. انت بتستمتع كتير جدا بالامور اللي انت بتقوم بيها، واللي هتسيب وراءك اثار كبيرة من الجاذبية الايجابية. فما تتعجبش لما بيبقى بيتقرب منك شخص النهاردة. كل الأشخاص اللي حواليك بيبوحوا ليك بأفكارهم، بس ما تكونش مغرور. حاول تشترك في مشروعات مختلفة لأنها ممكن تبقى بتقدم ليك الإلهام اللي انت مستني توصله، خاصة في اللي بتخص خططك الخاصة. بالنسبة لحركة الكواكب اليوم، بيتجه القمر لبرج الجوزاء في وقت مبكر من اليوم ده. ده هيخلينا نركز على اننا نتواصل بشكل واضح. مع كل ده هيكون في حاكم في الجوزاء عطارد بشكل حل مميت لكل من اورانوس وزحل. هيشير ده لاخطاء كتيرة تعتبر طفيفة او حتى انقطاعات متواصلة. هنحتاج اننا ندير بعض المضايقات في اتصالاتنا وعبورنا. ممكن يكون في صعوبات كتيرة علشان نتابع الجدول الزمني الصحيح. هنرغب في اننا نراقب ونفرط في حساسيتنا للتفكير السلبي والنقد اللي بيعتبر غير مفيد. على جانبنا ده لازم نحدد كل العيوب اللي بتأتي بسهولة أكبر. هتشكل الزهرة خماسية لأورانوس، ومش بس سهلة، هتنبج احتياجاتنا مع رفقة أو قرب مع رغبتنا في الحرية والاستقلال. هيبقى في شعور بأنه ما فيش حاجة ممكن يكون عندك سوى حاجة واحدة جدا أو حاجة أخيرة. موقفك غير محتمل في الفترة دي، هتبتدي تشعر أن الثقة كافية علشان تزعزع القروض اللي عندك.